البارح درنا واحد المبادره هنا على مستوى حي الامل قرب فارماسي الفردوس، وكانت واحد المبادره جيده، تعاونوا الناس وكانت مبادره زوينه، وحققنا واحد الجمع عام هنايا ومنتوجات كبيره. بالنسبه لليوم راه عندنا عاوتاني المبادره غتبقى حتى 12 الليل، اللي بغى يجيب شي حاجه بغى يتعاون مع الناس الاخوان ديالنا اللي هما تضرروا مرحبا. نقطه اخرى اخويا اللي بغينا ناخذوها هو ان هاد الناس ديالنا اللي كيوصلوا هاد المبادرات وهذه راه كيتحرروا لهم مخالفات على مستوى لوتوروت، على مستوى المداخل ديال المدن اللي متضرره. كنطالبوا من السلطات باش يتساعدوا مع هاد الناس اللي كيوصلوا هاد المبادرات، وكنطالبوا من طرق السياره تعطي الرقم الضوء الاخضر لهاد الشاحنات وهاد الناس اللي كيوصلوا هاد المبادرات. راه ما يمكنش هاد الناس هما كيتعاملوا وكيديو وكيديروا المازوت من جيبهم وكل شيء ويوصلوا للبياج ويقصوا ساعه وساعه ونص باش يوصلوا هذه المبادره. الله يرحم الوالدين، تعاونوا معنا السلطات وتعاونوا مع الناس، وشكرا وعاش الملك عاش الملك. انا الشيفور ديال الهوندا، مشيت مع هاد الناس كمتطوع. المهم ملي وصلنا لتمايا شفنا واحد الصوره اللي زعما شنقول لك اللي هي كارثيه، والناس مدمرين، كاين اللي مشاو عائلات اللي كاملين يعني، وكتشوف انا دوار عليكم لو ما بقى فيه حتى شي واحد ورايب، يعني راه ازمه في حد ذاتها. كاين اللي منع غير واحد من دوك العائله وكتلقاه يعني تيبقى فيك تيأثر فيك. وفوق وحاجه اخرى بالنسبه للمساعدات، يشوفوا الناس يحاولوا يدخلوا للمناطق النائيه اللي لداخل بزاف، يعني اللي داك الشيء اللي قريب على الطريق خداو واحد المؤونه اللي كتكفيهم. بالنسبه للناس ديال امزميز، انه واحد ديال امزميز ودخل داخل، خص الناس يدخلوا للجبال، العمق ديال الجبال كاين شي ناس ما وصلهم حتى شي حاجه كاع بتاتا، يعني لا من الماء لا من الماكله لا من الغطاء. حنا تفاجئنا بالناس يقول لك بغينا الغطاء وبغينا الحوايج لان عندهم البرد، وكاينين الناس تفاجئنا بهم تيقول لك عندنا الغطاء وعندنا الحوايج خصنا الماكله، يعني ما متكافينش. اللي بغى يتطوع او لا غيدير شي حاجه يحاول يدخل المناطق النائية اللي المناطق اللي لداخل مزيان، ما يجيش غير الطرف. بالنسبة لأمزميز، أما إيمن تانوت ولا سميتو ما وصلناش بصراحة لديك المنطقة. إما بالنسبة لأمزميز راه صراحة كارثة، ربي راه تيلطف وداك الشيء ديال الله وما عند الإنسان ما يدير، ولكن راه في حد ذاته خص شوية ديال الإنسان يتعاون مع دوك الناس شوية. السلام عليكم، معكم سائق مهني. حنايا تنتواجدوا في هذا المكان في حي الامال حدا احسان، تنساهموا بالحديد ديالنا الترونسبور ديالنا، تنديو المؤونه الناس اللي مساكن ما عندهاش ما تاكل في شيشاوه في امزميز مراكش، هاد البلايص اللي ضربهم فيهم الزلزال. ولكن كنلقاو واحد المشاكل ديال الترونسبور، يعني مساكن حنا ما كنديروا، حنا كنساهموا بالترونسبور ديالنا مع من عندنا، ولكن الناس مساكن اللي تدير المازوت تدير ليسانس تتقام عليها داك الشيء غالي، وما كدير ليسانس غالي ديال 320، المازوت دير 280، وتتقام الصوائر بزاف، وعباد الله ما كتشد لا فلوس لا والو، هي السلعه تتصدق مخلصه الترونسبور من عندها، البياج من عندها كيتقام على داك الشيء بزبال ديال الفلوس. انا كنطالب من الناس المسؤولين على المحروقات ينقصوا لنا واحد شويه من المازوط ومن الليسانس والبياج، ما كرهناش يعطيو الناس فابور واحد المده ديال 15 يوم ولا 20 يوم بدل ما تسالي هذه المساله هذه. والله يرحم لكم الوالدين، الناس مسؤولين جالسين في دارهم ما مسوقين ما والو، راه حنا اللي كنتقارو في هذا المازوط والليسانس. الله يرحم لكم الوالدين، ما نقصوا لنا من المازوط، الله يسهل عليكم، خلي عباد الله دير الخير، عباد الله بخير واكلين شاربين قايمين بالمواجب ديالهم، عندهم التقضيه ديالهم، عباد الله مساكن ما تيخليهم ما تيجيبوا. والله يرحم لكم الوالدين، الله يسهل لكم، عاش محمد السادس وعاش الملك. البارح كما شفتوا في فيديوهات المواطنين ومحسنين تعاونوا مع الناس ديال المدربة الزلزال ديال المنطقه ديال مراكش النواحي ديالها وشارودان وشوارزازات، وكما شفتوا في فيديوهات البارحه تبارك الله راه مشى رموك وكاميو، تنشكروا المحسنين كاملين. اليوم عاوتاني راه كاين عاوتاني قافله ان شاء الله في العشيه غتمشي، ومشى تقول البارحه عاوتاني الاقليم ديال مراكش وكاين اللي مشى لشارودانت، وكنشكروا الناس كاع اللي تعاونوا معنا. وبغينا نوصلوا للمسؤولين الا كان ممكن نقصوا شويه من المازوط، راه الناس راه تيتكرفصوا صراحه،
راه خاين معايا جوج طراجيات الا مشى انا مراكش وغيرجع راه الاقل واحد 1000 درهم. هذيك 1000 درهم علاش من 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 نديروهاش من توجاتنيش ونعاونوهم ناخذوا لهم لي طونط. راه لي طونط الا بغيتي تاخذي وحده صغيره صبر تقام لك 700 درهم 800 درهم وعاد الناس راه مضرين. دابا كيقولوا كاين الشتاء تقدر تكون نهار الخميس ولا الجمعه ان شاء الله وعاد راه الناس ديال تما ديال الجبال ديال مراكش والنواحي ديال الوارزازات وولاد بالرحيل تارودان وهادشي كامل الله يشم الضرين صراحه حيت راه البرد ديالهم ديال تما راه ما حاس به معلم به غير الله سبحانه وتعالى. حاولوا الناس اللي يقدر يعاون راه يعاون الحمد لله المواطن راه معاوني الحكومه المهم تعاونوا معاهم قصوا لهم غير في المازوط احسن حاجه يدير الانسان هو ينقص لهم في المازوط الله يرحم بها الوالدين. وشكرا بزاف للمواطنين اللي تعاونوا معنا بنا باليد حنا وحده مواطن كامل يد وحده تعاوننا بيناتنا الله يرحم بها الوالدين. اي واحد دير اي حاجه قليله ولا كثيره سهل هز معاك راه احسن حاجه فهمتي راه ازر ني ابلغ من العمل. وشكرا للناس المتطوعين تنشكروا جمعيه التطوعيه بلا حدود اللي هي المسؤوله على المنطقه ديال حي امال اللي هما اللي جمعوا. تنشكروا كاع الدراري اللي تعاونوا في هادشي كامل والمواطنين بالاخص اللي تعاونوا مع خوتهم وشكرا بزاف.